ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين هذا نفس التمرين السابق، لكن كل ما في التمرين أريد أعطي فكرة أنهم شلون تقدر أنت كمدرب تضيف لوضعيات التدريبية المصغرة الواحد ضد واحد، اثنين ضد اثنين، ثلاثة ضد ثلاثة، أربعة ضد أربعة، جانب بدني. فنفس التمرين السابق اللي ما بي ركض حول العلامات، حطينا أربع علامات، واللاعبين عند النداء من قبل الحارس أو المدرب ابدأ جو، كل واحد يتخذ طريقة بالركض السريع حول العلامة، هذا ركض سريع حول هاي العلامة، هذا ركض سريع حول العلامة، ودخول للساحب، هذول اثنين هم ركض سريع حول هاي العلامة، هذول اثنين هم ركض سريع حول هاي العلامة، أو تجعل يعني واحد يركض أحمر منا وواحد أصفر منا، يعني واحد بواحد حتى تصير الوضعية اثنين ضد اثنين، أو تجعل الاثنين يركضون تصير وضعية ثلاثة ضد ثلاثة، أو يعني التمرين يكون مفرد، يعني الحارس يلعب بس الدولة الاثنين، دولة ما يركضون، ثم التمرين المحاولة لأخذ دولة يركضون يلعب الحارس واحد ضد واحد، ثم المحاولة دولة، إذا أنت تشكل التمرين، أما تريد اثنين ضد اثنين أو تريد واحد ضد واحد أو تريد ثلاثة ضد ثلاثة، هذا تمرين ثلاثة ضد ثلاثة، ركض السريع قبل لعب الكرة من قبل الحارس لأحد الأزواج من اللاعبين، اللي يحصل الكرة مهاجم يهاجم الكرة يهاجم الهدف الكبير، اللي يحصل اللي ما يحصل مدافع يحاول يمنع الهجوم من التسجيل يربح الكرة ويهاجم يسوي ترانزيشن انتقال على الأهداف الصغيرة حتى يسجل في أحد هذه الأهداف. تدوير اللاعبين يعني دور اللاعبين على المكانات ضروري، حتى اللاعب يبدي من كل المكانات، محاولات تكرار تعليم استلام الكرة يصير وضعية ثلاثة ضد ثلاثة، لعب المهاجمين يركزون على البنتريشن على الإسناد، المدافعين يركزون على الضغط على التغطية، يعني في مفاهيم أساسية برينسيبل تدريب برينسيبل مهم لازم ندرب. ليش نريد ندرب البرينسيبل أول مرة ونوصله إلى سيادة كاملة عند اللاعبين؟ مثل ابن بيت، ابن بيت يهتم بالأساس، لأن الأساس هو اللي ممكن تبني عليه مو فقط في الحاضر وإنما في المستقبل. فهذا هو التطوير، هذا هو العمل التطويري، هذه هي اللي سميتها أنا مبادئ اللعب الأساسية، مبادئ كرة القدم الأساسية، البرنسبل مال الهجوم، برنسبل مال الدفاع، كلها تدرب. الآن أنا يعني صباحا الساعة السادسة صباحا، السادسة وربع، ويعني واحد يعد القهوة مالته يشربها عشان يطلع للعمل. وعلى الأخوة من الجزائر اتصل بي الساعة 5 الصبح لأن أنا وقت التليفون، فبالخمسة الصبح يعني إنسان يبحث عن العلم والمعرفة، هذا إنسان يعني أنا ما أنتقده ما ألومه يعني أحترمه، لكن أنا ما جاوبته طبعا لأن الخمسة الصبح يعني بعد تقريبا الأذان ما مأذن، والتليفون يعني فاجئني، ومن شفت الرقم يعني ما عرفت منين جاي، بعدين أنا بالستة صحيت وعرفت الرقم بالكولر، عرفت الرقم منين جاي من الجزائر، وهذا مدرب يعني جالس للخمسة الصبح يتعلم. تحية للمدربين الجزائريين وكل مدربين المغرب العربي وكل مدربين العرب اللي يبحثون عن المعلومة، اللي يبحثون عن التجديد، اللي يبحثون عن الأبديت التحديث، هذول مدربين جيدين لكن مو بالخمسة الصبح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، وخيركم من صلى على سيدي رسول الله، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. تمرين جميل طبعا وبسيط، طبق التطبيق هو المهم، هو مو التدريب ليس على الورق وليس على الدفاتر وليس على الانترنت، التدريب في الساحة، لكن هذا باب مفتوح الآن، انخذ هذا جربه انت مدرب لياقل، بقول للمدرب لياقل بدني ليش احنا اليوم ندربهم ركض بدون كرة، خل ندربهم اليوم سبيد عندك، تعال نتفق انا وياك على هذا التمرين، مثل ما انا شفت احد المدربين الاجانب قعدت وياه بالبريك
بعد الغداء يجمعون ويشرحون الوحدة التدريبية. ويقول المدرب اللياقة البدنية قال فهمة قال صار الأسبوع كله هذا without ball كان يعني يترجع يطلب منه can we make next week all the training session the physical training session with the ball هل ممكن أسبوع؟ قال المدرب الهيد كوتش ما قال له سوي قال له ممكن. احترام لازم تحترم المدرب المانجر لازم يحترم الساف العامل وياه حتى ينجحون لأن العمل تيم وورك. شكرا جزيلا وصباح الخير واليوم خميس وغدا جمعة مباركة اللهم يحفظكم من كل مكروه مع السلامة.